الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعناوين. أردوغان يلوح بخطة بديلة إذا رفض التحالف الأمريكي وجود القوات التركية في العراق، وبغداد تتهم السعودية بخدمة داعش بعد تهجمها على الحشد الشعبي. مجلس الوزراء التونسي يقرر تأجيل زيادة الأجور ضمن ميزانية عام 2017. الرباط تعيد سفيرها إلى طهران بعد قطيعة دامت 7 سنوات. أهلا بكم. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستلجأ إلى خطة بديلة إذا لم ترغب قوات التحالف الأمريكي بوجود قوات تركية في العراق. أردوغان قال إن أنقرة مصرة على المشاركة في عملية تحرير الموصل، وإنها ستبلغ التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة نيتها المشاركة في عملية الموصل. وأوضح أردوغان أن الجيش التركي ذهب إلى بعشيقة بناء على اتفاق مع بغداد. نحن عازمون على الانضمام إلى قوات التحالف في العراق لتعزيز وحدته وتماسكه، لكن إن رفضت قوات التحالف ضم تركيا فإننا سنطبق الخطة باء، وإن لم ينجح ذلك فسنطبق الخطة جيم. أعلن الكرملين أن روسيا قد تدرس إمكانية تزويد تركيا بمنظومات مضادة للصواريخ. الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث ذلك خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حيث تمت مناقشة مسائل متعلقة بالتعاون العسكري. رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم وصف اجتماع المسؤولين الخليجيين مع الأتراك لمناقشة أوضاع العراق في غياب أي ممثل عن الحكومة العراقية بالمعيب. الحكيم أكد أن العراقيين ملتزمون حدودهم ودعا الآخرين إلى أن يلتزموا حدودهم. هناك من يخاطبنا ويقول التزموا حدودكم، ونقول له حدودنا هي حدود الوطن، وسنلتزم بحدودنا على حدود وطننا، ولكن عليك أنت أن تلتزم بحدودك وهي بحدود وطنك، فتواجد على أرضك وستكون ملتزما بحدودك، ونحن نتحرك على أرضنا وفي حدودنا فنكون ملتزمين بحدودنا. في الملف السوري أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا تنوي طرح مبادرات جديدة في لوزان تخص التسوية السورية. لافروف لفت إلى عدم وجود توقعات خاصة لدى روسيا فيما يخص اللقاء بشأن سوريا. الوزير الروسي شدد على أن شروط استئناف الهدنة في سوريا تتمثل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن خطوات الشركاء في الغرب ليست واضحة. وإلى اليمن، حيث أفاد مراسل الميادين بأن وفد صنعاء المفاوض في الكويت سوف يعود غدا إلى العاصمة اليمنية من مسقط. وبحسب مصادر يمنية سيتم تسليم الجنديين الأمريكيين الموقوفين لدى جهاز الأمن القومي اليمني مقابل السماح لوفد صنعاء بالعودة إلى اليمن على متن طائرة عمانية ستنقل في طريق عودتها جرحى مجزرة قاعة العزاء في صنعاء للعلاج في مسقط. أقر مجلس الوزراء في تونس تأجيل الزيادة على الأجور، وذلك خلال مصادقته على ميزانية عام 2017 بحسب الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية. وأضاف غربية أنه سيتم تقديم جزء من الزيادات لعام 2018، وقد يتم إقرار اقتطاع أيام عمل بالنسبة للشركات العمومية. تعرف الصناديق الاجتماعية في تونس عجزا كبيرا قد يؤدي إذا تراكم إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات التقاعد للمواطنين، ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بلال مبروك. صناديق الإحاطة الاجتماعية التونسية تعاني عجزا ماليا جاوز المليار دولار. الخوف يستبد بالمواطنين خشية من فقدان أمنهم الاجتماعي والتعويضات عند المرض وسن التقاعد. أزمة جديدة تضاف إلى غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة.
مش يساعدني انا كمواطن تونسي، مش صندوق الوطني الضمان الاجتماعي معناتها اللي هو برسك الشعب التونسي الكل معناتها تقريبا منخرط فيه، باش يدخل في حاله افلاس معناتها هذا باش يخلق ازمه كبيره برشا في البلاد، اللي هي مش تعاون الحاله اللي نحن فيها جمله، بالعكس باش تكون حاجه تعيق اكثر التقدم تاع البلاد. هي متسمي على التعويض، هي عوضت للناس مش قاعده تعوض، هي مديونه مع سي ان اس اس ب 50 مليار، هذه معلومه والله اعلم صحيحه ولا غلط، هما قاعدين يعوضوا للناس وهي علاش اتجعلت من اصله. هي توازن وديمومة الصناديق الاجتماعية مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، وهي بالتالي المسؤولة عن العجز العميق وحالة الإفلاس المنتظرة. هو لسان حال المهتمين بالشأن الاقتصادي، فتمديد سن التقاعد يرى فيه المراقبون حلا ترقيعيا بالنظر إلى أن الأزمة هيكلة واستراتيجية شاملة. أزمة صناديق الاجتماعية لابد أن تكون لها حلول جذرية هيكلية لا حلول ترقيعية، لأن حلول ترقيعية ستؤجل المشكلة، مثل زيادة التأخير في سن التقاعد سيؤجل المشكل لحكومات أخرى وسيهدد أيضا الأمن الاجتماعي. الحلول يمكن تقريبا في ظل ممارسة الدولة لرقابتها على مستوى القطاع الخاص، أيضا في مستوى رقابة الدولة على مستوى إداءات جديدة لبعض ممكن المواد الكحول كالسجائر وكالمواد أخرى. وتتعاظم المخاوف من ارتفاع حجم العجز الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية في تونس، وفي حال فشلت ميزانية الدولة عن تعويض هذا العجز من فوائدها فلن تكون قادرة في المستقبل على دفع رواتب التقاعد للمواطنين. الأزمة الاقتصادية تطال أهم المؤسسات الخدماتية الاجتماعية، وإذا لم تتدخل الدولة التونسية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس قد تلوح موجة مطلبية في الأفق بالنظر إلى أهمية الأمن الاجتماعي لدى عموم التونسيين. بلال مبروك، تونس، الميادين. ومن تونس ينضم إلينا الخبير الاقتصادي والناشط في المجتمع المدني سامي العرفاوي. أهلا بك سيد سامي، علك سمعت معنا هذا التقرير للزميل بلال مبروك. إضافة إلى ما سمعناه في هذا التقرير، يتم إقرار هذه الميزانية التي كان على بنودها أصلا جدل في موضوع تأجيل زيادة الرواتب، عاد من جديد الاتحاد التونسي للشغل ليتفاوض في هذا الموضوع. هل نفهم أن هذا الإقرار يعكس فعليا أزمة اقتصادية متنامية على أرض الواقع في الاقتصاد التونسي؟ من المهم فعلا أن نفهم ما الذي يعكسه هذا القرار وهذا الإقرار حول الاقتصاد التونسي واقعه. شكرا. لابد في البداية أن نؤكد وأن الحكومة الحالية للسيد يوسف الشاهد قد مضت في يعني العديد القيام بالعديد الجهود في سبيل تعافي صحة الاقتصاد التونسي. فمن خلال قراءة سريعة لميزانية الدولة، مشروع الميزانية، يبدو أن الميزانية قد تطورت نوعا ما بالمقارنة 2016، وتبلغ السنة يعني في 2017 حوالي 32,705 مليون دينار، اي بزياده في حدود يعني 12%، مع تامل يعني نسبه نمو تقدر ب 2.3%، وهي بالطبيعه نسبه ضعيفه جدا، لا يمكن ان معناها تقوم بتحفيز على امتصاص البطاله وتدعيم الاستثمار. وهنا من هذا المنطلق جاءت فكرة يعني تأجيل الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية، ويبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد بين رفضه وعدم رضاه على هذا القرار. يبقى وأنه لابد أن نؤكد وأن الاقتصاد التونسي مر بصعوبات كبرى طيلة السنوات الأخيرة بعد الثورة التونسية، ولم تتمكن يعني الحكومات المتعاقبة المتتالية في إيجاد حلول جذرية وعميقة للإصلاح. القراءة يعني العميقة لمشروع الميزانية يدل على محدودية الأفق في إيجاد حلول حكومة الشاهد للاقتصاد التونسي، خاصة إذا تعلق الأمر
يعني بإيجاد حلول ترقيعية من حيث الإجراءات الجبائية. لكن هذه المشاكل هي مشاكل تراكمية بالنهاية، ويعني رئيس الوزراء الشاهد وحكومته لا يملكون العصا السحرية ليغيروا كل هذا الواقع في يوم وليلة. هذا صحيح، هذا صحيح. الحلول الهيكلية تتطلب وقت وتتطلب تفاعل يعني منظمات يعني المشاركة في الشأن الاقتصادي التونسي، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هذا لا ينفي مقدرة الحكومة على المضي قدما نحو إيجاد آليات يعني ناجعة في سبيل الحد من الفساد والتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الغير منظم وغيرها من الآفات الاقتصادية اللي قاعدة تنهش الاقتصاد التونسي، عوض أخذ القرار اللي هو نراه يعني آلية بسيطة سرعت فيها الحكومة التونسية، وهو تأجيل الأجور. كان يعني على وكأننا نفهم من خلال هذا الكلام، اسمح لي، بأنه هذا الإقرار ينم عن عجز لهذه الحكومة وليس عن أزمة اقتصادية فعلية قوية لا يستطيع أحد العمل عليها بشكل فوري. نعم، هي ليست بالأزمة الحادة الاقتصادية، هي بوادر يعني اقتصاد يشكو من حالة ولا صحة مالية غير متعافية، لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تعالجه على الوجه الأكمل. لو أنه وقع يعني المضي في استراتيجيات للحد من التهرب الضريبي أو إدماج الاقتصاد يعني الغير منظم أو الحد من الفساد والتهريب، لكانت النتائج ربما خير من هو موجود حاليا، ومشروع الميزانية الدولة ربما كان في نسخة أفضل من التي هي عليها الآن، وربما كانت الأمور معناها تجاه المواطنين والأجراء ربما كانت فيها حوافز أو إعادة نظر أشمل وأفضل. وبالتالي هنا دعوة إلى الحكومة وعلى رأسها السيد شاهد أن لا يستعجل في أخذ القرار في تأجيل الترفيع في الأجور، لكن أقر هذا الموضوع وانتهى. أقر، نعم أقر، ولكن يمكن في 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 لحظة من لحظات يعني يمكن أتراجع فيه، لأنه مازال القرار هو على مستوى الحكومة ولم يقع سنه كقانون، أو هو يعني اختيار ومنهج اختارته الحكومة إلى حد الآن، يمكن تراجع فيه في أواسط يعني سنة 2017. طيب، هذا الكلام يدفعنا إلى السؤال أكثر لربما عن عواقب هذا القرار على المستوى المجتمعي. يعني لابد أن يكون لهذا القرار تأثير على المستوى المعيشي والاقتصادي للفرد التونسي، بالتالي على الحالة المجتمعية التونسية. كيف يمكن أن ينعكس ذلك في التداعيات على الحالة الاقتصادية المجتمعية التونسية، إن جاز لنا هذا التعبير؟ أكيد أنه في ظل يعني تضخم مالي قد يزيد من تآكل المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، أكيد أنه الإعلان عن عزم الحكومة عدم الترفيع في الأجور يقلق يعني الشعب التونسي، خاصة جانب الأجراء. يكفي أن نذكر أنه يعني بعد 2015 وقع النزول بنسبة التضخم المالي إلى حدود 3.7، لكن المؤشرات الأخيرة اللي وردت علينا تؤكد عودة التضخم المالي إلى حدود 4.2 أو 3%، وهذا من شأنه أنه يعاود يقهقر المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وبالتالي أمر كالذي معناها أعلنته اليوم الحكومة التونسية هو أمر يهبط هبوطة صاعقة على الأجراء التونسيين، ولذا ندعو الحكومة التونسية إلى إعادة نظر بشكل هيكلي في جملة من الإجراءات اللي يمكن من خلالها أن تتراجع عن هذا القرار على الأقل في أواسط 2017، ولا نبقى ننتظر عامين كاملين حتى نعيد النظر ربما في عرض
آخر للاتحاد العام للشغل يتعلق بالترفيع في الأجور. أشكرك كل الشكر السيد سامي العرفاوي الخبير الاقتصادي والناشط في المجتمع المدني، كنت معنا مباشرة من تونس. فصل قصير ونعود لاستكمال الثامنة، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل في 17 من الشهر الحالي أسبوع الثقافة الفلسطينية في تونس للتعريف بالمخزون الثقافي للشعب الفلسطيني. الأسبوع يتضمن معارض للصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية وعرضا لأفلام وثائقية وحفلات فنية من التراث الفلسطيني وندوة فكرية تحت عنوان ثقافة المقاومة والمقاومة الثقافية. وستخصص العائدات من هذه التظاهرات لدعم علاج مرضى السرطان في المخيمات الفلسطينية. مش مساندة، يعني هي قضيتنا قضية فلسطينية، ويجب تيل السنة نهتم بفلسطين، نهتم بثقافة فلسطين، أطفال فلسطين، مرضى فلسطين. لذلك سيكون هذا الأسبوع لفلسطين، وهناك حفل رائع مداخيله ستكون لمرضى السرطان من أبناء فلسطين، هم أبنائنا. هذه المبادرة أيضا مبادرة يعني تمد جسور التواصل بين الشعب التونسي وشعبنا وأهلنا في فلسطين المحتلة. بأثمن المجهود الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في جميع التظاهرات، هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، ونشكرهم على الاهتمام بالثقافة والتراث الفلسطيني، لأنه فعلا هو العنوان وهو إن شاء الله أقوى أنواع المقاومة لتحرير فلسطين إن شاء الله. عين عاهل المغرب الملك محمد السادس سفيرا لبلاده لدى إيران بعد 7 سنوات من سحب الرباط سفيرها من طهران. العاهل المغربي استقبل 66 سفيرا جديدا للمغرب بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسلمهم أوراق تعيينهم، من بينهم حسن حامي الذي عين سفيرا للرباط في طهران. وجاء تعيين السفير الجديد بعد 5 أشهر من استنكار الملك محمد السادس التدخلات الإيرانية في البحرين ودول مجلس التعاون. وفتح المغرب القنوات الدبلوماسية مع إيران السنة الماضية، وفي يناير كانون الثاني العام الماضي بدأ سفير إيران محمد تقي مؤيد مهامه لدى المغرب. من الرباط ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي الدكتور صبري الحو. أهلا بك دكتور صبري. إذن هل نفهم بأنه هذا التعيين هو إنهاء لحقبة مضت مع إيران وفتح صفحة جديدة لربما ما بين البلدين؟ ما هي ملامحها؟ أولا هذا التعيين وتسليم السفير المغربي حسن حامي أوراق اعتماده بدولة إيران يعطي الانطباع ويؤكد أن العلاقات المغربية الإيرانية قد بدأت في التحسن بالطبع، لأن هذا هو التأكيد الفعلي على أن هنالك رابط من التواصل قائم بين طهران وبين المغرب على المستوى العلني تارة وعلى مستوى الخفاء والكواليس تارة أخرى. هذه الفترة التي دامت منذ من الانقطاع التي دامت منذ 2009 مارس 2009 إلى السنة الماضية حيث عينت إيران سفيرها، وبعد سنة يعين المغرب السفير، يعني أن هذه الفترة كان يطبعها التردد، يطبعها الحذر، وأن العلاقات المغربية الإيرانية ستنطلق من حالة الجمود إلى حالة التحسن، ولا يمكن أن نقول أنها جيدة لأن هذه العلاقات تحكمها مقتضيات أخرى، تحكمها شروط أخرى، وهو العلاقات الإيرانية بدول الخليج والسعودية. إذن هذه هي عتبة أولى، هي خطوة أولى من أجل التحسن بالنظر إلى حاجة سواء كل من المغرب في إطار تنويع علاقاته إلى محور إيران والسعودية ومحور إيران وروسيا، وحاجة إيران أيضا الملحة والماسة إلى أن تتوفر على وسيط وقناة موثوق بها عندما تريد أن تتحاور أو تتواصل مع دول الخليج. فالمغرب يعتبر الدولة المؤهلة
على مستوى التواصل أن تلعب دور الوسيط بين إيران وبين دول الخليج والسعودية خاصة، وأن المغرب هو الذي تتوفر فيه شروط الوثوق أن يلعب هذا الدور، بالنظر إلى أنه بعيد عن دولة إيران وليس محاديا للحدود الإيرانية، وبالنظر إلى العلاقة الجيدة جدا بين دول الخليج ودول المغرب التي تطبعها نوع من الشراكة الاستراتيجية، وباعتبار أن المغرب يفهم منه أن ما يسري على المغرب يسري على دول الخليج، وبالتالي فإن إيران أيضا تحتاج إلى وسيط، تحتاج إلى قنوات من أجل التواصل مع دول الخليج، وأن المغرب هو الدولة التي يمكن أن تلعب هذا الدور. المحدد الثاني في هذا التقارب المغربي الإيراني يمكن أن يفهم في إطار حاجة المغرب أيضا إلى الدعم الإيراني، سيما وأن دولة إيران لا تعترف بالبوليزاريو كدولة، وإيران لها حلف كبير أيضا سواء على مستوى علاقتها مع دولة روسيا أو في إطار علاقتها مع الدول النفطية في أمريكا الجنوبية، وبالتالي إن المغرب أيضا ركز وتفطن إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران، كما أن إيران حاولت في مرات عديدة أن تستفز المغرب من خلال علاقتها مع الدول، مع دولة الجزائر وتقربها من دولة الجزائر. إذن هنالك حاجة المغرب إلى دولة إيران وحاجة إيران أيضا إلى دولة المغرب، إذن هنالك ما يمكن أن نقول هنالك حاجة مزدوجة لكل واحد منها من أجل هذا التقارب، ويأتي تعيين المغرب لحامي حسان كسفير للمغرب في دولة إيران لأن يعطي الانطلاق لهذه العلاقات وأن يعطي دفعة حقيقية لهذه التقارب الذي نأمل ويأمل الجميع أن يكون في لصالح كل الدول العربية وصالح أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة عامة. طيب دكتور صبري، يعني ما تستشرفه هو أنه هذا البدء لربما بالصفحة الجديدة، إنجاز لنا هذا التعبير، سيبدأ من خلال الوساطات المتبادلة سياسيا، نقتصر على الجانب السياسي في البداية نتحدث. الجانب السياسي في هذه القضية له دور مهم، له دور حاسم، لأن المغرب كما قلت هو الدولة التي يمكن باعتبار علاقتها وباعتبار ما يربطه مع دول الخليج التي يطبع علاقتها مع دولة إيران نوع من التطور الدائم، والذي يؤكده أيضا محاولة تمدد إيران في مجموعة من دول الجوار في العراق في اليمن في سوريا، وبالتالي هذا التمدد الإيراني يؤدي إلى خوف لمحور الدول الخليجية، وبالتالي فإن المغرب باعتبار أنه تربطه هذه العلاقة الاستراتيجية وهذه الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج يمكن أن يلعب دور الوساطة بينه وبين هذه الدول الخليج وبين دولة إيران من أجل درء توتر كبير أو إشعال المنطقة بشكل يكون لا رجعة. أشكرك المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي الدكتور صبري الحو، كنت معنا مباشرة من الرباط. قتل 12 عنصرا من قوات عملية البنيان المرصوص في تجدد للاشتباكات مع تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية. المتحدث باسم قوات عملية البنيان المرصوص محمد الغصري لفت إلى أن القوات تواصل تقدمها في حي المنارة، موضحا أن القوات في محور النهر تقدمت لتحرير ما تبقى من المنطقة السكنية الثالثة، مؤكدا أن المعركة في سرت تقترب من نهايتها، مشيرا إلى أن عدد القتلى تجاوز 600 قتيل. أسدل الستار على مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، وتوزعت الجوائز على أفلام جزائرية وفلسطينية. التفاصيل في هذا التقرير.
توج الفيلم الجزائري الآن يمكنهم المجيء للمخرج سالم إبراهيمي بالجائزة الكبرى لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الثانية. الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الجزائري أرزقي ملال الذي شارك في كتابة السيناريو، ويقدم قصة اجتماعية تدور أحداثها في العشرية السوداء، وهي الحقبة التي واجهت فيه الجزائر الإرهاب خلال 10 سنوات دامية. في الجوائز الأخرى فاز بجائزة أفضل سيناريو الفيلم الفلسطيني يا طير الطاير من بطولة المغني محمد عساف وإخراج هاني أبو أسعد. وذكر الموقع الرسمي للمهرجان أن جائزة أفضل ممثلة ذهبت للفلسطينية ميساء عبد الهادي عن دورها في فيلم 3000 ليلة من إخراج مي المصري. أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب المغني الجزائري أمازيغ كاتب عن دوره في فيلم الآن يمكنهم المجيء، وذلك في أول تجاربه السينمائية. وتضمنت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 17 فيلما من مصر وتونس وسوريا والمغرب ومالطا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقبرص والجزائر. لجنة التحكيم منحت جائزتها الخاصة للفيلم الإيطالي دستور من إخراج ماركو سونتاريلي، وكرم المهرجان في حفل الختام كل من الناقد الجزائري أحمد بجاوي والمخرج الجزائري أحمد راشدي والمخرج الفرنسي اليوناني كوستا جافراس والمنتجة الفرنسية ميشيل جافراس والمخرجة التونسية الراحلة كلثوم برناز. إلى العناوين. أردوغان يلوح بخطة بديلة إذا رفض التحالف الأمريكي وجود القوات التركية في العراق، وبغداد تتهم السعودية بخدمة داعش بعد تهجمها على الحشد الشعبي. مجلس الوزراء التونسي يقر تأجيل زيادة الأجور ضمن ميزانية عام 2017. الرباط تعيد سفيرها إلى طهران بعد قطيعة دامت 7 سنوات. الثامنة انتهت. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.